وزارة المال تعيد حنة فارس ونعم البراكس إلى مراكزهما في الجمارك وهما المدعى عليهما في ملف انفجار المرفأ. التفاصيل مع الزميل رياض قبيسي مباشرة من استوديو الأخبار. مساء الخير رياض. مساء النور. يعني في هذا الأمر يلي حدث وأعيد هالشخصين إلى مراكزهم، شو التفاصيل الموجودة عندك؟ شو الحيثيات وشو الواقع الحالي؟ تفضل. في طور الإعادة يعني خلينا نقول وزير المال يلي طمنا أنه ما استقال، بس ما عرفنا إذا هل هو تعرض للتأنيب أو تم وضعه بالحجر السياسي، ما بنعرف لأنه ما في دخان من دون نار. يعني شو خلفية هذا الخبر؟ جميع الأحوال على كل الأكيد منه أنا أنه يبدو أنه وزير المال معجب بفكرة تخزين نترات الأمونيوم حد المفرقعات النارية، لأنه ما في شيء بيفسر إرساله للمجلس الأعلى قرار مجلس الشورى يلي قال إعادتهم للعمل، ويطالب مجلس الأعلى للجمارك بتنفيذ هذا القرار الصادر عن مجلس الشورى الدولي لإعادة حنا فارس ونعمل براكس للعمل. الغريب بالموضوع هون أنه بالمناسبة هذا قرار إداري، يعني بمعنى أنه شو بدي بتحقيق انفجار المرفأ؟ خايف في مرفق طار بج كله راح مثل ما هو، اقل شيء المنطق بقول انه كل الناس اللي كانوا مستلمين تحت على المرفق تشيلهم من مراكزهم، صح ام لا؟ هذا اضعف الايمان. نعم. فبالتالي ما في داعي لا تحكي لا بقرار مجلس الشورى ولا غيره. اجى قرار مجلس الشورى انه رجعون على الشغل، رجعون على الشغل وحطهم بالديبو بالامانه الرئيسيه، يعني لا بدك ترجع ترجعون واحد مسؤول عن المرفق وواحد مسؤول عن دائره المانيفست على نفس المراكز. على نفس المراكز. هذا ليه عم بيصير؟ هذا عم بيصير لأنه هاي مقدمة من مستشار السيد وسيم وهبي وفريق رئيس الحكومة نجيب مئاتي، لأنه هني مش حيبيعوها خدمة لجبران باسيل ببلاش، يعني يرجعوا اثنين المحسوبين من الحصة العونية كرمال يرجعوا هاني الحج شحادة على المجلس الأعلى للجمارك. هاي كلها هاي الفيلم الهندي كلياته هلا هذا اللي عم نحضره، أنه بدري ظاهر صفقوا 4 مذكرات توقيف عشان يضمن انه ما يرجع بدري ظاهر، وبنفس الوقت بلاقوها حجه ليرجعوا هاني الحج حادي، يعني يرجعوا خلينا نقول الدوله العميقه تبع الجمارك على محله بالمجلس على الجمارك، وهذا فيلم مش رح يقطع. يعني مشان هيك عم نقول لهم هلا اذا هن عم يتزرعوا بقرار مجلس الشورى الدولي اللي بيقول بانه رجعونا على الشغل فعادي رجعونا على الشغل، بتحطوهم بالديبو بالجمارك بالشيء بيسموه الامان الرئيسي. نعم. منكم مضطرين ترجعوهم على نفس المركز على مراكزهم الحساسة، لأنه هو بالحد الأدنى بالحد الأدنى بسبب إهمالهم، عم نحكي بس إهمالهم أو لأنه مشغولين بقضايا تانية كانت طار مرفق بيروت، وبالتالي ما في شيء ببرر هذا الشيء. ومن هون الدعوة لرئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي بأنه لنصوصي أنه جزء من فريقه هو اللي عم يشتغل على هذا الموضوع، أنه يا عزيزي تعامل مع الجمارك مثل كأنه شركة باللوكسمبورغ من شركاتك هونيك، اعتبرها اسمها جرافيلا ايموبيليه يا خي، اعتبرها شي فيلا على الشواطئ الفرنسية، ما بتعامل شركاتك مثل ما بتعامل الجمارك انت. انه انا عم بحكيك عن هيدا الشيء، وين المشكلة فيه هلأ؟ انه يا جورج تخيل بعضهم لهلأ ما عاملين تشكيلات بالجمارك، وهي لا بدها رئيس جمهورية ولا بدها حكومة، هو في مجلس على شغلته يعمل هيدا الشيء. فما بصير هلا تحت حجه انه ما عملنا تشكيلات نرجع نفس الطقم يلي تسبب بانفجار مرفق بيروت. طيب شو اللي ممكن يمنع هذا الاجراء او هذا القرار؟ ولا شيء، انه رئيس الحكومه يتعامل مع الجمارك مثل كانها شركه باللوكسمبورغ، وبركي رئيس الحكومه وافق على هالقرار، هذا سيكون له تداعيات بس هالقد. هذا سيكون احنا موقعنا الصحفي يعني نقول لهم غير شيء، بس هذا سيكون له تداعيات بس هالقدر رح نحكي. نعم. هلا شكرا رياض قبيسي على هذه الإطلالة اليوم.